ربما الشاعر عنده رأي في هذا الموضوع، الشاعر رياض منصور، هل أنت مع المرأة اللي تدافع على نفسها وكامل، ولا مع المرأة الرقيقة الناعمة؟ أنا اسمح لي، المرأة ملي دير الرياضة رقيقة وناعمة، يعني المرأة مرأة ما تفقدش أنوثتها كدير الرياضة. في أنوثة المرأة الجزائرية ولا في رقتها؟ أنت تبقى أنت، ولكن الرياضة بلوس ليها طبعا يعني طبعا. كما الشهادات الأخرى. خليه يعطينا رأيه. أنا كنت نشوف نتبع معكم في الصور، وبانت لي باللي في الصور كانت يعني تبان مسالمة، مسالمة كثير يعني حمامة، حمامة بيضاء. مسالمة سلمية جدا، مسالمة جدا. وعجبتني الفكرة تاع أنها رياضة تعتمد على قوة الخصم، يعني من خلال الخصم أنت راح تخدم بقوة الخصم. قوة يعني. هذه فكرة مليحة. لما تهدي لك السعادة ولك السعادة والفرح لما رأوف وقالت تخرج عليك رياضة كيما هذه. أي كيدو.